بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا الصالحات
فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.